والله هذا الانفجار البارحه صار فناس كثير تاذوا. نتمنى يعني من القوات الامنيه بس يوفرون الامان، يعني اللي صار يعني مو قليل. يعني انت شوف قدام عينك عمال 6 شهداء عمال تاذوا، يعني غسالين هنا طب واحد من الخبازين يعني حيل تاذى، حيل ناس تاذوا. نطلب من القوات الامنيه ان يوفرون الامان يعني اكثر، وان شاء الله خير. اكيد نتمنى من المواطنين يعني مساعده القوات الامنيه اكيد، يعني هذا الشيء. 6:30 المغرب. برا اي خارج المطعم. والله عمال تاذت و6 شهداء راحوا مدنيين كانوا عيق. لا ما نعرف، بس نعرف يعني 6 والجرحى كثار. ما هي رسالتك للقوات الامنيه؟ رسالتك للقوات الامنيه والله انه بس يوفروا لنا الامان والتعاون من المدنيين ويا القوات الامنيه لتوفير الامان. طبعا واحنا مكثرين احنا الحراسات، بس شنو هي ما شافت يعني انه هواي حراسات واخترقتنا والله انفجار، صار انفجار ورا صلاه المغرب تقريبا، قبل صلاه المغرب العفو. 6 إلى 10 تقريبا. والله ما نعرف بالضبط. والله هسه حاليا مستقر ماكو شيء، وان شاء الله نرجع نعيد هيك بناء المطعم ونفتحه وماكو كل شيء ان شاء الله. والله احنا نطالبهم يسوون يعني يسوون صوره حال، يعني هم يدققون، هم يفتشون السيارات اللي تروح اللي تجي، لا اكثر ولا اقل.